خلينا نروح نشوف بمناسبة الطلاب والجامعات، خلينا نروح نشوف فيديو ونكمل كلامنا تاني. عمر اليماني: الحمد لله ربنا وفقني بنهاية الأربع سنوات الأول على دفعتي 4 سنين. أي نعم ما حالفنيش الحظ أن أكون عضو هيئة التدريس لأسباب إدارية يعني، لكن الحمد لله استكملت مسيرتي. معلش أنا آسف هقطعك، ولكن أنا عايز أعرف يعني إيه الأسباب إدارية. يعني كل جامعة أو كل كلية بيبقى ليها حاجة اسمها الخطة الخمسية، اللي هي في بعض السنوات بيسمحوا فيها بالتعيينات وبعض السنوات ما بتسمحش. بيبقى احتياجات للقسم، يعني كل قسم بيبقى ليه احتياجاته. انا يعني كنت مستغرب انه يعني لما يبقى في طلبه من ذوي الاعاقه، مش شرط انا بس، يعني في مكفوفين كتير بيتفوق، حتى معاقين بشكل عام بيتفوقوا في كليات كتير يا مستر عصام، وللاسف بيقفوا قدامهم نفس المشكله انه طيب الطالب طالع الاول على دفعته في اي كليه ايا كان نوع الاعاقه، ويتصدم بواقع انه ما فيش تعيينات لان احنا مش هنحتاج السنه دي ناس. ومعانا فيديو تاني بيأكد نفس المشكله من امير عادل: لما دخلت الجامعة قلت لا مش هكتفي بصراحة ان انا مجرد اطالب اعلام، لا كان عندي هدف ان انا اكون معيد في الجامعة، وبالفعل انا حصلت على المركز الاول على قسم الاعلام 2018. ما حصلش نصيب ان انا اتعين للأسف، يعني لظروف ادارية خاصة بالخطة بتاعتي، المفروض اطلع الاقي الخطة بتاعتي مفتوحة اتعين على طول، ده ما حصلش، لقيتها مقفولة للأسف، ولما تعدلت بعدي بسنة اخدوا اللي بعدي. فده طبعا الموضوع ده اتكرر مع كذا حد، واحنا هنناقشه في الحلقات اللي هنعملها. احنا لازم نتناقش فيها ونشوف القانون بيقول ايه، ونشوف نقدر نغير او نطالب بتعديل ايه. يعني موضوع مهم وهنتبناه. نانسي: عايزه تدرسي كيمياء في المانيا. يا ريت نفسي. علشان مش متوفر في مصر. عشان مش موجوده في مصر. وانا اصلا لما كنت بعمل سيرش ولقيتهم بيقولوا كده، بيقولوا طب احنا مش بنعتمد بس على البصر، في حواس تانية كتيرة، يعني في سمع، في لمس، في تذوق. هما بيعلموهم بالطرق دي، بيعلموهم كيمياء حيوية من خلال الحواس التانية. يعني مشكلة، مشكلة فعلا. أنا عايزة أكتشف هما بيعلموهم إزاي، عايزة أتعلم وأشوف بتعلمهم كده إزاي. طالما عندك الشغف والطموح ده ما ينفعش احنا نقف قصاده، بالعكس احنا مفروض ندعمه. عشان كده يا دكتور انفين احنا بنفتح الملفات مع وزارة التضامن علشان وزارة التضامن تنطلق ونبتدي نشوف ازاي نحل المشكلات دي. اول طبعا حاجة يعني احنا ذكرنا في الجزء الاول مجال التعليم والكليات العلمية، وانها يعني يقبلوا الطلاب او يرفضوهم طبقا لاختبارات القدرات، مش طبقا لنوع من الاعاقة لدى القادرين باختلاف. تاني موضوع اللي كنا اتكلمنا فيه على طريقة التعلم، اللي هو نانسي بتقوله في احيانا اللي بيتعلم بطريقه البرايل، اللي بيتعلم بطريقه ترجمه الاشاره، او اللي بيتعلم بطريقه الكمبيوتر الناطق. فده ادوات المساعده، يمكن مساله التعليم لدى وزاره التربيه والتعليم او التعليم العالي. ادوات المساعده احنا نقدر نقدمها، يعني احنا اتحنا السنه اللي فاتت 2000 لابتوب ناطق، احنا جبنا اللابتوبس ومعالي وزير الاتصالات حط عليها الابلكيشن عشان يخليه ناطق، وأتحناه للمكفوفين في الجامعات المصرية كافة. بنطلق أيضاً حملات مختلفة من الكراسي المتحركة، فأدوات التعليم إحنا كتضامن بنتعهد بيها. أما في مكان التعليم اللي نانسي بتقول عليه، سواء منح داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، هيبقى فيه نصيب ليها من صندوق القادرين باختلاف، لأن صاحب الإعاقة حتى لو كانت صعبة، لو قدراته العلمية تقدر تجيب هذا النوع فهو مورد بشري لمصر. أولاً هو حقه في التعلم وفي الحصول على فرصة. اتنين، هو في الآخر إحنا بنستثمر في البشر وبنستثمر في ولادنا، فالحقيقة إن إحنا ندي بعض المنح الدولية لولادنا المتميزين ويرجعوا بهذه المنح بعلم بينفعهم وبينفع مجتمعهم. في حوالي 8 كليات دلوقتي لذوي الإعاقة أو للقادرين باختلاف في 8 جامعات مختلفة، يعني بنحيي عليها وزير التعليم العالي. الحقيقة يعني هذه الكليات ستحتاج إلى أساتذة، مش بس للكليات بتاع ذوي الإعاقة، ولكن الأساتذة موجودين. مسألة تعيين ولادنا من القادرين باختلاف، خاصة إذا تميزوا وحصلوا على امتياز أو حصلوا على المركز الأول، المشكلات الإدارية يمكن مناقشتها مع زملائي، ويمكن طرحها في اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية لحقهم في التعيين أو لحقهم في التعيين
فيه، لأن نسبة المعينين من أولادنا من القادرين باختلاف مش كبيرة، فكل ما زودنا أكتر كل ما كان ده إضافة لأولادنا وإضافة لينا إحنا كدولة بتراعي حقوقهم، ودولة الحقيقة متحضرة بأن إحنا بنفتح المجال والفرص لأولادنا من القادرين باختلاف. فدي كلها أنا بسجل لحضراتكم بتقولوه وأوعدكم اللي إحنا كتضامن مسؤولين عنه هنقدمه، وإن أنا هنقل كل مجال لزميلي أو زميلتي المختصين وينقل للجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية لدولة رئيس مجلس الوزراء، وإن شاء الله ما يكونش فيه عقبة ولا سياسية من ناحية السياسات يعني ولا تمويلية. هي.